السلام عليكم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تلقاكم في احسن الاحوال في الاول تنبرك لكم العواجر وتنقول لكم عواجر مباركه اليوم غادي نحاولوا نصوبوا القرش عاشورة ان شاء الله خليكم معايا لنهايه الفيديو باش تشوفوا المراحل شوف المقادير ديالنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي مغربل غادي نحتاجوا جوج المعالق كبار ديال الزنجلان معلقه كبيره ديال النافع حامضة محكوكة شوية ديال الملحة خميرة وحدة من فئة 8 غرام وحدة ديال لافاني غادي نحتاجو كاس ديال المزهر كاس ديال الزيت كاس ديال سنيدة وغادي نحتاجو كاس ديال الماء نمرو الطريقة على بركة الله غادي نعملو واحد الحفرة في الدقيق ديالنا غادي نضيفولو الزنجلان والنافع من بعد غادي نضيفولو قشور ديال الحامضه محكوكه ثم غادي نعملو قبيصه ديال الملح وحده لافاني وحده خميرة الحلوه من فئه 8 غرام من بعد غادي نضيفوا الكاس ديال المزهر كاس ديال الزيت نحركوا العناصر ثم غادي نضيفوا باقي المكونات نعملوا كاس ديال سنيده نحاول نجمعوا العناصر في الاول غادي نستعمل المعلقه ثم من بعد غادي نستعمل اليد ديالي باش نعجنو بالطريقه العاديه اللي كنعجنو بها الحلوة وتكون العجينه لينه من طبيعه الحال غادي نحاول نضيف شويه ديال الماء وغادي نشوف على حسب الدقيق ما نديرش الكاس كامل على حسب الدقيق تقريبا انا هذا الخليط هز لي هذاك الكاس كامل ديال الماء من بعد غادي نستعمل اليد ديالي باش نجمع العجينه ونعملها على شكل كرات بعد ما تنجمعوا العجينه كنحاولوا نحربلوها على هذا الشكل هذا شكل طولي كتجي سهلة ونقطعوها يا اما بسكين حاد اولا مقص انا استعملت هاد الوسيله هادي اللي كان اللي كنقطع بها العجينه عاديه اصلا ما ما تتاديش وعلى فكره ما دمنا حنا في في عاشوره آه... كنتمنى ان هاد الوصفه هادي تحاولوا تشاركوا الوليدات ديالكم فيها راه كتجي ساهله وكتعجبهم هما بالاخص الوليدات يقطعوا هاد هاد القراشل هادو لانهم تجيهم بحال شي بحال لعبه ديال لاباتا انا متاكده ان كل واحد فينا راه دوز هاد المرحله كان كيدخل مع الام ديالو المطبخ بالاخص الناس اللي تيحبو الطبخ لان اللي ما كيبغيش الطبخ من طبيعه الحال ما غاديش يدخل <applause> كنا كنقطعو كن ونسدفو في الصينيه ونحاولو حتى حنا نبانو اننا حنا نشاركو حنا كنشاركوا معاهم الاجواء ديال عاشوره وكنتمنى ان الوصفه ترخكم ويوم طبيعه الحال الوصفه راه كلشي تيعرفها غير حنا حاولنا نتقاسموها معكم باش نحاولوا نبركوا لكم العواشر ونحاولوا نفكروا كاين بعض المرات الانسان كينسى كي ونفكركم ان شاء الله علاش لا اللي شاف الوصفه يقدر ينوض يجربها وهكذا كيف كيجي كي القرش ديالنا كي محمرين ولذاد وقبل ما نسالي الفيديو ديالي غادي نخليكم مع واحد الاقتراح ديال كيفاش نقدمه الفواكه الجافه ليله عاشوراء دونك خديت انا واحد البلاطو وقدمت فيها بهذه الطريقه كل حاجه بوحدها التمر بوحدو شريحه بوحدها بالنسبه للتمر والشريحه انا كنمسحهم بالماء الزهر كناخذ واحد الطريف ديال الثوب وكنعملو في الماء الزهر وكنمسحهم هكذا بحال غسلتهم ميم طون كيجي فيهم واحد المذاق زوين من بعد حطيت الحمص بوحدو الكركاع بوحدو اللوز بوحدو كيف شفتوا على هذه الطريقه ومن بعد زينت بواحد القطعه ديال الشوكولا وعملت هذوك جوج ديال التعارج ديالنا ديال التراث المغربي بطبيعه الحال الأصالة ديالنا اللي كانت تبين لنا أنها عاشوا هي ديال الفرح والإنسان تي تيتجمع وتضحك شوية وتنصمو من طبيعة الحال التاسع والعشر ونتمنى لكم عواشر مباركة والصحة والسلامة وتعجبكم هالطريقة اللي قدمت بها إلى اللقاء